أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على الدور الذي تبذله وزارة الداخلية في حفظ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين وبث الطمأنينة في المجتمع، مشيدا سموه بما يقوم به رجال الأمن بقيادة الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية من جهود في الحفاظ على أمن الوطن والسهر على راحة المواطنين في ظل ما يتمتعون به من جاهزية عالية وكفاءة متقدمة، سائلا العلي القدير أن يحفظهم ويمكنهم دوما من أداء واجبهم الوطني. وقال سموه إن وزارة الداخلية أثبتت من خلال المحطات والمواقف المختلفة التي مرت بها البحرين أنها الحصن المنيع ضد كل من يريد زعزعة الأمن والاستقرار في ربوع المملكة، والعين الساهرة التي تحرس المواطنين والمقيمين على أرض البحرين بلد الأمن والأمان والمحبة والسلام. وأشار سموه إلى ما يتمتع به كافة أفراد وزارة الداخلية من جاهزية عالية في كل وقت وحين، الأمر الذي يردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار البحرين، مشيدا بما وصلت إليه الأجهزة الأمنية من مستوى متميز في جانب الشراكة المجتمعية وتعزيز دورها، منوها سموه بما يتحلى به رجال الأمن من انضباط أثناء أداء الواجب وإنفاذ القانون وبسط النظام وفق أعلى المعايير المتبعة دوليا. كما أشاد سموه باليقظة التي يتمتع بها أفراد الأجهزة الأمنية التي أحبطت العديد من المخططات التي استهدفت زعزعة أمن المملكة بالقبض على الخلايا الإرهابية ومنعها من تحقيق أهدافها الإجرامية الجبانة، معربا سموه عن تقديره وشكره للجهود التي يبذلها كافة منتسبي الوزارة لحفظ الأمن والاستقرار. جاء ذلك خلال مأدبة الإفطار التي أقامها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لكبار الضباط والمسؤولين بوزارة الداخلية، وذلك مساء اليوم في نادي ضباط الأمن العام. فلدى وصول سموه يرافقه نجله سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة كان في الاستقبال الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية. وقد هنأ سموه كافة منتسبي وزارة الداخلية بشهر رمضان المبارك داعيا الله أن يعيده باليمن والبركات على مملكتنا الغالية، مبديا سموه اعتزازه وتقديره لمعالي وزير الداخلية وكافة منتسبي الوزارة على جهودهم المخلصة وتفانيهم في حفظ الأمن. وقد عبر معالي وزير الداخلية باسمه ونيابة عن منتسبي الوزارة كافة عن بلغ الشكر وعظيم الامتنان على ما تفضل به صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء من تكريم لرجال الأمن وإشادة بجهودهم، حيث رفع معالي الوزير إلى مقام سموه الكريم أسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يدعم على سموه بموفور الصحة والسعادة وأن يعيده عليه باليمن والبركة، وعلى مملكة البحرين بالخير والتقدم والأمان في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وأكد معالي الوزير أن رجال الأمن وكافة منتسبي الوزارة سيظلون على أعلى درجة من الجاهزية لأداء الواجب، وهم باقون على عهد الولاء والانتماء متمسكون بالقانون صونا للحقوق.